أخبار اليوم. علشان اللي هيحصل فيها هيبقى حاجات فعلية أكيدة، مش هيبقى مجرد وعود أو مجرد كلام. يعني إن شاء الله احنا هنقي 120 واحد، بعد ال 120 هيصفصفوا على 30 يخش ورشة شهرين على حساب أستاذة مي مسحال، يعني هي اللي هتصرف على الورشة واللي هتديها لهم بنفسها. بعد ما يخلصوا الشهرين دول نبتدي نصفي منهم، بس مش هنمشيهم. يعني 30 دول مش كل أسبوع هيمشي منهم اثنين او ثلاثة لحد ما يتصفى اثنين اللي يفوزوا، لا، الثلاثين هيفضلوا موجودين، بس ريت كل واحد او يعني كل واحد منهم بيعلى عن الثاني طول الاسبوع لحد ما يبقى في اثنين هو رقم واحد ورقم اثنين والباقي كله معانا برضو بيمثلوا في الافلام. انا متحمس جدا للمسابقة دي، واستاذة مي مسحال فعلا يعني انسانة قبل ان هي منتجة، ست ما بتلعبش باحلام الشباب، ست ما بتهركش، ما بتعملش اي افلام وخلاص، وما بتحبش يعني اللي هو لمجرد ان انا ما هو اصل الشباب كده بقت عايزه تمثل فيلا بقى نعمل بروباجندا او يلا بقى نجمع الشباب، لا، انا واحد من الناس المتحمس بيها جدا، واتمنى اكون واحد من الناس اللي هتاخدهم في يوم مليان في افلامها، لان ده شيء يشرف اي حد انه يشتغل مع استاذه زي استاذه مي مسحال. مسابقة تختار نجمك يعني هي المسابقه انه الناس تقدم واحنا نختار منهم التصفيات، هتبقى لغايه 30 شخص. 30 شخص هدول هيدخلوا ورشة على حساب الشركة، الشركة هتدربهم على التمثيل، وطبعا فيها التمثيل وفيها الغنى وفيها الرقص وفيها كله، وفي خلال التدريب هنبقى ننزل بروموهات من التدريب على النت عشان الناس تتابع معانا، وبعد التدريب ما يخلص هيمثلوا مشاهد من السينما، وحناخد أصوات الناس، الجماهير هم اللي هيختاروهم نجمه، عشان هيك اسم المسابقة اختار نجمك، اللي هم الجماهير لازم تتابع علشان يختاروا نجمهم، والنجم اللي هيكسب، النجم والنجمة اللي هيكسبوا هيتعمل فيهم بطولة فيلم. المسابقة فيها شهرين تدريب، شهرين تدريب، تسعة أسابيع. دول هيتصفوا من 30 شاب بيتدرب تمثيل لكام فرد ودول لا، الـ30 دول كلهم هيدخلوا المسابقة. الـ30 هيتدربوا ويدخلوا المسابقة. بالمسابقة هيعرضوا مشاهد تمثيلية على مدى مثلا 13 حلقة تقريبا. خلال 13 حلقة الناس هتصوت لهم. بآخر الحلقات هنبقى عارفين مين أخذ أكتر جائزة من الأول لغاية رقم 30. فأول اثنين شاب وبنت هم اللي هيكسبوا اللي هم إنهم يعملوا بطولة فيلم.